ترى من كمان خلصت خماسية عرضت، هلا ما بعرف بلبنان اذا يعني مشكلنا قدري تبعها خماسية ما بقى من الايام. هيدي الخماسية مصورة يمكن 3 سنين قبل ما يتوفى الكبير فاروق فيشاوي. خبريني صح. شوي عن هالدور، هلا بس انعرض كيف كانت الاصداء عليه؟ خبرينا شوي عنه لانه يمكن ما كتير قادرين نحضره كنا. كانت كتير حلوة الاكسبيرينس، وانا زعلت انه ما انعرض بوقتها لحتى الله يرحمه الاستاذ فاروق يحضره، لانه تسلينا كتير بالتصوير. ما فيني اخبرك شو هالانسان المتواضع والمتصالح مع نفسه. كنا نضحك كتير، كنا كل ما نسرب على الاوتيل نكون قاعدين بالسيارة ينكت يقول لي بدي اخبرك نكتة، ضلنا من الاوتيل من التصوير على الاوتيل عم يخبرني نكت ولا اهضم. وبعدين انسان هيك عظيم مثله ولا مره بتحس انك عم بتمثلي مع انسان انه متشوف او شيء، ولا يعني ما بيحسسك بهذا الشيء ابدا، بالعكس انسان رايق وهادي، بيسكت وبيراقب، اذا في شيء عجبه بيقول لك، واذا في شيء ما عجبه بيحسك على جنب وبيقول لك انتبهي على هالشغله. فظيع كله هيك، كان كثير حكي جنتلمان الله لروحه، يرحمه. ايه عن تحية جد عن لروحه. جد، وانبسطت انه هلا رجع انعرض المسلسل، وانبسطت انه ينحضر، كانت قصه كثير حلوه. شو تعلمت منه أو شو الملاحظة اللي قال لك إياها يعني بالتصوير، خلال التصوير؟ ما بتذكر تفاصيل honestly، بس بتذكر انه كان كذا مره ياخذني على جنب يقول لي مثلا، او يقول كثير حلو مثلا، او يقول لي مثلا هون صلحي او هون اعملي، بس ما بتذكر شو المشهد يعني اللي كان عم بيقول عنه، بس انه كنت تاخذي كان عم بيقول بالنصيحة لي يعني. هي اكيد تخيلي ليش ما بدي، يعني انسان عنده هالقد اكسبيريانس، وانسان هالقد اسمه لامع، وانسان مخضرم هالقد، ليش ما بدي اخذ بعين الاعتبار انه مني اهم منه بشيء يعني. صحيح. سارة، كنت عندك رهبة يعني من هيدا الدور إذا بدك ولا لا؟ إنه أنا عندي المقدرات تبعولي وراح أقدم دوري لأنه حافظة ومجتهدة كتير. ليكي أول ما عرفت إنه رح مثل دور بنته، رح مثل معه كل مشاهد معه، انرعب قلبي، لأنه وأنت عم تحكي هيدا من 3 4 سنين، يعني كنت بعدني حتى ما يعني إنه عم بشتغل على الثقة بالنفس بالدومين، عرفتي؟ فكتير بتحسي حالك، بتحسي في رهبة وقت يكون في هيك إنسان حدك. بس بذات الوقت كنت عارفة وعلى ثقة إنه لا رح أعمل شغل حلو، لأنه يعني بعرف حالي، ما بترك حالي، بشتغل على حالي، يعني بجرب قد ما فيني أعمل الإفار وأتقدم وكل شيء. بس كون عم كذب عليك إذا قلت لك ما كان في رهبة، يعني ليك انقطع قلبي وقت عرفت انه قالوا لي اللي عم يلعب دور بيك فاروق الفيشاوي. قلت لهم عن جد عم تحكوا؟ عن جد عن جد رح العب دور بيي؟ عن جد انه عن جد جاي على البروجي؟ فما صدقت الا لاول ليله وصلنا وتعشينا كلنا سوا، قعدت دغري حده، قلت له انا كثير مبسوطه كثير مبسوطه كثير. تحية لروحه ويعطيك ألف عن عافية. جد سارة، سارة شو في جديد؟ عم يتصور فيلم أو بده يتصور أو شو قصة الفيلم الجديد؟ خلصت تصوير موفي اسمه طرف ثالث لفالكون فيلمز. كتير انبسطت بالتصوير، هيدي اول اكسبيرينس كوميدي، بيور كوميدي لإلي، وشي كوميرشال لإلي، وكتير مبسوطة. وانا اكيد انه ناطرته ينزل مناطرة، لانه اكيد انه الناس كتير حيحبوه، قصته كتير مهضومة، إخراج كتير مهضوم، كتير حلو، الكرو كان كتير مهضوم، الكاست كان كتير مهضوم، الإنتاج كان very professional. فناطرته ينزل مناطرة. وبذات الوقت اي متى كمان في عندي الموفي اللي هو Broken Keys اللي it got selected بكان فيلم فيستيفال. كمان عندي كتير أمل، عندي كتير أمل لإله إنه يوصل لمراحل كتير متقدمة. ف wish me luck كرمال الأمور. جود لك، ان شاء الله يا رب تستاهلوا كل خير. خبرينا شوي عن هذا Thank you. الفيلم،
أي متى بتطلع النتيجة؟ شو الخبرية تبعه؟ ما بعد ما ما يعني مثل ما بتعرفي الموفي بيتقدم على فيستيفلز، أي وأنا عندي أمل كبير لإله بالجوائز العالمية إن شاء الله يا رب.